بعد فترة ظهرت ووضحت بأن أنت لا ليس لك علاقة لا من قريب ولا من بعيد في هذه الحادثة، لكن دولة القانون أصروا على قرار فصلك، هل هو يعني استجابة للضغط الشارع؟ لا، هي أكو منافسة داخل دولة القانون. يعني هو مو بس سيد بها، يعني طلع من دولة القانون كثير. يعني طلعت دكتورة حنان الفتلاوي، الشيخ محمد الصيهود، عالي نصيف، كثير من النواب. يعني هسه أكو مرات يعني مشاكل تصير داخل القائمة، أكو تنافس داخل القائمة، أكو يعني أكو حتى يعني تسمي حسد من هيك يعني هيك أشياء. فبالتالي يعني اللي صار أنا أعتبره تسرع وظلم. يعني ظلمت؟ إيه طبعا ظلمت.